نبقى الآن مع أبرز ما اخترناه من الصحف. البداية مع الشرق الأوسط. كتب محمد شقير: بالرياض منو رئاسة البرلمان بأكثرية عادية يؤمنها جملاط. الرئيس بري عائد إلى رئاسة البرلمان بعدد أقل من أصوات النواب بخلاف انتخابه في الدورات السابقة التي سجلت أرقاما قياسية، ويمكن أن يصل عددهم إلى عتبة 70 نائبا في حال قرر النواب الأعضاء في التيار الوطني الحر تأييده، إلى جانب تأييده من اللقاء النيابي الديمقراطي الذي لم يتردد في حسم خياراته لمصلحة حليفه بري من خارج الاصطفاف السياسي الذي أفرزته الانتخابات النيابية. في هذا السياق يقول مصدر نيابي للشرق الأوسط إنه لا بديل عن انتخاب بري لرئاسة البرلمان لأن الثنائي الشيعي يجمع على ترشيحه، وإنما يشاع عن إمكانية ترشيح سواه من النواب الشيعة يأتي في سياق الحرطقات السياسية، ولن تكون لها مفعيل في جلسة الانتخاب التي تعود لرئيس السن أي بري تحديد موعدها. يلفت المصدر النيابي إلى أن ممثلي القوى التغييرية ينأون بأنفسهم عن الدخول في الحرطقات السياسية بعدما تبين أن نقيب المحامين السابق ملحم خلف ليس في وارد الترشح لمنصب نائب رئيس البرلمان. تبقى المنافسة حول منصب نائب رئيس البرلمان تدور حاليا بين النائبين غسان حصباني قوات والياس بوصعب تيار. الأخير يحظى بدعم الأقلية في البرلمان التي يقدر عدد نوابها بنحو 60 نائبا، فيما يبدو أن الأكثرية ليست متماسكة ولا تجمع على تأييد حصباني. فترشح بوصعب يتطلب من رئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل أن يكون على رأس المؤيدين لعودة بري إلى رئاسة البرلمان، بخلاف ما كان قد أعلنه في السابق بعدم تأييده ركوب الموجة الشعبوية ولمنع رئيس حزب القوات سمير جعجع وآخرين من المزايدة عليه في الشارع المسيحي. لكن ترشيح بوصعب الذي يفضله بري على حصباني يعود إلى اعتبارات أبرزها أنه ليس بين الرؤوس الحامية داخل التيار الوطني ويتناغم مع بري. نبقى الآن مع النهار التي كتبت في المنشات في مقابلة مع الرئيس بري: فيما تتهيأ الأوساط السياسية والنيابية لاستحقاق انتخاب رئيس مجلس نواب ونائبه، نفى رئيس المجلس الحالي نبيه بري ما تردد عن عزمه العزوف عن الترشح لرئاسة المجلس، ورد على سؤال النهار بقوله: ده بعدهم، واضعا ذلك في إطار التمنيات لدى المعترضين على التجديد له. أما عما تردد عن مقايضة بين حركة أمل وحزب والتيار الوطني الحر تقضي بانتخاب نواب التيار لبري مقابل تصويت نواب أمل للنائب الياس بوصعب، فأجاب بري ألا تسويات في هذا الشأن ولم يتم التفاهم على شيء حتى الآن، مذكرا بوجود مرشحين إلى جانب بوصعب هما النائبان غسان حصباني وملحم خلف. كما جدد بري عبر النهار التحذير من أن البلاد أمام خيارين: إما الارتقاء عن الانقسام ما بين أكثريات وأقليات والتوافق على أعطاء الأولوية لمواجهة الاستحقاقات الكبرى داهمة لا سيما في الشأن الاقتصادي والاجتماعي، وإما الاستعداد لمستقبل مشؤوم. إلى نداء الوطن كتبت غادة حليوي: الاشتباك النيابي على خلفية انتخاب رئيس المجلس ينذر بتعطيل طويل الأمد. تقول غادة حليوي: من غير الممكن أن يتخلى الثنائي الشيعي عن مرشحه والخضوع لرغبة الكتل المتبقية واستبدال آخر بترشيح بري. الانكسار أو التراجع هنا يعني تسجيل تراجع للثنائي وتقدم لقوى الثورة والقوات والكتائب التي ترفض التصويت لبري. في المقابل لا يقبل بري انتخابه بأصوات هزيلة أو تأييد كتلة مسيحية ضعيفة، فما العمل إذن؟ المخرج الوحيد يكمن بيد التيار الوطني الحر الذي يؤمن مخرجا للأزمة بتصويته أو بإعطاء الحرية لمن يشاء في كتلته أن يصوت لبري. لكن التيار لا يزال يلملم خسارته في جزين بسبب إصرار بري على دعم إبراهيم عزار رغم ما أوصت به استطلاعات الرأي من ضعفه وخسارته المتوقعة، وإصراره على ترشيح إلي الفرزلي في البقاع الغربي ودعمه على حساب مرشح التيار وغيرها من الاتهامات المتبادلة بين الفريقين. فكيف سيكون الحل إذن؟ لا شيء، لا التعطيل والتعطيل المتبادل. نختم مع الأنباء الإلكترونية التي تقول: فيما تؤكد مصادر متابعة أن البحث بدأ بين الكتل السياسية والنيابية في كيفية إنجاز استحقاق أولي جلسات المجلس، فهي كشفت أن حزب الله بدأ اتصالات مع التيار الوطني الحر للبحث في كيفية الوصول إلى اتفاق فيما يطالب التيار بالحصول على منصب نائب رئيس المجلس، كما أن التيار لديه مطالب أخرى تتعلق بضمانات سياسية حول تشكيل الحكومة المقبلة، بالإضافة إلى المطالبة بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سليمي. والآن نبقى في موضوع مختلف تحديدا في موضوع الفيروس الجديد وهو جدري القرود، مع الأخصائي في أمراض المناعة دكتور معين جمال. صباح الخير دكتور. صباح الخير. من
يعني ما بنلحق نخلص من شيء، بنطلع من شيء ثاني على اساس تنفسنا شوي من وراء كورونا. هلا صرنا يومين عم ينحكى عن مرض جديد او هو وباء عدوى، بنستفسر منه اكثر من حضرتك، هو جدري القرود. ما هو هذا الفيروس؟ نعم، نعم عم تسمعني دكتور. إذن ما هو هذا الفيروس؟ هو فيروس شو؟ من وين جاي؟ هلأ وزير الصحة اليوم كمان أكد لنا أنه ما في إصابات بلبنان، في بعض المسجز انبعتوا أنه في إصابات وفي حالتين وإلى آخره. هذا الأمر نفاه كليا وزير الصحة، وأكد أنه في حال ورود أي جديد وحالات وزارة الصحة ستعلم اللبنانيين. حضرتك متخصص بالأوبئة، تفاصيل أكثر، شو هيدا الفيروس؟ جديد قديم؟ نحكى أنه 1970 كان أساسه، تفاصيل معك. نعم، هو من عائلة الفيروسات يلي بتشبه جدرة المي. نعم. هو فيروس معروف من قبل، كان عنده بعض الحالات اللي تفشت بالمناطق الاستوائية بأفريقيا يلي عملت عدوى وانتهى الأمر هون من عدة سنوات. نعم. الحالة اللي عملت إرباك ورعب أنه تبين منه عدة حالات بدول أوروبية وبأمريكا وبكندا يلي هي مناطق غير استوائية، وأكد الأشخاص أنه هني ما عندهم ولا أي سفر أو أي تعاطي مع الدول الأفريقية، ما كانوا بأفريقيا. هو فيروس بينقل عن طريق إذا بدك عن طريق الكونتاكت، اللمس المباشر، أو حتى عن طريق التعرض لإفرازات أو سوائل من جسد الحيوان المصاب، كما أنه ممكن يكون من جسد من شخص لشخص كمان، مثل ما بتنقل جدرة المي عن طريق اللمس. نعم. خاصة إذا صار في لمس للجلدي مطرح ما بيكون في الحبوب اللي فيها مي اللي ممكن الفيروس يكون قاعد بقلبها، أو عن طريق السوائل الجسدية، عن طريق الدروبلتس، يعني عن طريق المي اللي بتطلع نحن وعم نحكي، أو حيالة سوائل للجسم. نعم. بدنا نعمل حالة رعب، بس بدنا نتعلم من الماضي. يعني اليوم نحن بلبنان ما في عنا ولا حالة بعد مسجلة. نعم. الحالات المسجلة كلها كانت بكندا أو بأمريكا أو بدول أوروبية. مثل ما قال وزير الصحة، ما في أي حالة بلبنان أو حتى اشتباه بحالة حاليا بالوقت الحالي. نعم. هذا الفيروس ينقل عن طريق، يعني هو ينقل بالنفس إذا هيك، برذاذ بالنفس وباللمس المباشر، باللمس المباشر بالتياب، شخص غير مباشر بالتياب، عن طريق إفرازات أكثر. يعني إذا شخص عم يحكي مع شخص ثاني عن مسافة قريبة، أو حتى ممكن يكون قاعدين بنفس التخت، أو ممكن يكونوا قاعدين بنفس الغرفة. يعني الحالات يلي صارت، صار في اشخاص بنفس البيت عدوا بعضه، بس بده يكون اكيد يعني كونتاكت قريب، يعني الشخصين عم بيتغدوا على نفس الطاوله حد بعض، ممكن يصير في تناسل لافرازات حمل الفيروس من شخص لشخص هو عم يحكي او هو عم ياكل. بس نعم. مش مثل ما كانت مع ايام الكورونا انه شخص بفوت على الغرفه بينشر بكل الاوضه، لا، منه بهالشكل. نعم. هيدا الفيروس دكتور انحكى انه ايضا عن طريق العلاقه الجنسيه، او بالاحرى نعم، اكثر انتقال للسوائل بين جسم وجسم يلي ممكن تكون حاملة الفيروس. نعم. نعم. تياب، أكل إلى آخره، يعني إذا الواحد أكل من شي محل وكان في حدا مصاب. لا، الأكل يعني هو إذا بدك الكونتاكت مع الشخص، يعني إذا عم يأكلوا من نفس الصحن أو نفس الشوكة ممكن، بس إنه أكل موجود بالمحل يجي ننصاب منه، لا. نعم. شو عوارضه هيدا الفيروس دكتور؟ نعم، العوارض مثل جدرة المي، بده يعمل حرارة، أوجاع بالجسم، تكسير بالجسم، تنفخ بالغدد اللمفاوية بالجسم، بعدين بظرف عدة أيام بقى تظهر طفرة على الجلد، طفرة حبوب يعني بأعمار مختلفة، يعني في حبوب بتطلع بجسم بيطلع غيرها، بتنتشر على كل أعضاء الجسم، بتعبي مي بقلبها، مع الحرارة بتترافق. الخوف عادة بجرف أسبوعين لأربع أسابيع بيصح الشخص منه. الخوف إذا صار في إصابة على الجهاز العصبي، في حالات قليلة منا كتير مع السمول بوكس، مع الجدرة العادية. نعم. أنه ينصاب الجهاز العصبي ولكن يعملوا التهاب بالدماغ، وهون بتكون إجمالا تداعيات أكثر خطورة وبصير في خطر أكثر على الأشخاص. نعم. والناس اللي عندهم أمراض مزمنة من ضغط، سكري، يعني سرطان أو غيره، يعني روماتيزم إلى آخره، هون نفس الأمور. كل الأشخاص اللي عندهم مناعة ضعيفة هن معرضين أكثر أنه يلقطوا الفيروس
بالكورونا للصراحة تفاجأنا أنه هالأشخاص عنده ردات فعل أخف من ما هو متوقع، يعني لقطوا الفيروس أكثر. نعم. يمكن طول عندهم لصح بس ما عملوا خطورة أكبر بكثير إلا الأشخاص اللي منعتهم كثير كثير واطي. نعم. بس بشكل عام أكيد هن معرضين أكثر من غيرهم. نعم. بالنسبة لقديه بيحمله الشخص وبيعدل فترة يعني قديه الواحد إذا حمل هيدا الفيروس بده وقت ليبين عليه وإذا بين المرحلة بيعدل عادة أيام لأسبوع ماكسيموم، يعني أقل من أسبوعين عادة بأول أسبوع، بين يعني 5 أيام 7 أيام 10 أيام بهالمعدل إجمالا دغري، يعني سريعة القصة بتكون. نعم. يبلش يعمل حرارة ويبلش يحس بتعب، ممكن يعمل مثل يعني أوجاع بالجسم، تكثير بالجسم، دوار برد، بعدين بتبلش تظهر الطفرة، والطفرة بتظهر سريعا وبتمتد بكل الجسم وبتضل حديد بين أسبوعين وأربع أسابيع. نحن بنعتبر بعد 4 أسابيع بيكون انتهى من الجسم. هيدي الجدري. هلا المعلومات اللي احنا عم نعطيها، بس ناكد شغله، هذه معلومات حسب المراجع العلميه يلي يعني مثل ما بقولوا بعد القصه عمرها كم نهار، يعني هلا وقت يعني ما بدنا نعمل حاله رعب، بس ما بدنا نغلط الاغلاط اللي صارت بالكورونا. بالكورونا بالاول كان في عنا كثير مفاهيم خاطئه وصار في تهويل بشكل كثير كبير. نعم. وبالنسبه للي عنده قصص، يمكن اللي عم نقوله هلا بعد جمعه يكون في قصص مختلفه. نعم. لانه اذا بين هلا مع الحالات انه في قصص جديده رح تبين. نعم دكتور، بالنسبة للفاكسان الأولاد بيعملوا، نحن أولاد يعني عملنا أكيد فاكسان أو طعم الجدري، هيدا الشيء بيساعد؟ وأي شريحة من الناس بيضرب أكثر، صغار حسب أو المراجع بقى. حسب المراجع العلمية الأشخاص اللي عاملين الفاكسان تبع الجدري العادية بيحميهم لحديد 85%، لأنه هيدي الفيروسات بتقرب بعضها وفي تشابه كبير بيناتها. نعم. هلا اكيد نحن هون بنعمل الباكسان، بس ما تنسي الدول الاجنبيه كلها كانت عم تروح انه توقف الباكسان لانه اعتبروا انه الانسان لازم يتكل على مناعته الذاتيه، فيمكن هن هنيك ما يكون عندهم نسبه باكسان كافيه. نحن هون اجمالا عندنا كثير محلات جدري وعندنا كثير باكسان، بشكل عام هذا الشيء بيامن حمايه نوعا ما. نعم. بس الصغار كثير بالعمر ممكن ما يكونوا عاملين الباكسان، او في اشخاص كثير كبار بالعمر يمكن يكون صاروا زمان عاملين الباكسان، او حتى مش عاملين جدريه المي ومش عاملين الباكسان. نعم. تدعي انه ينعمل هلا او في انتظار الدراسات للي مش عامل؟ لا هلا اكيد بدنا ننتظر الدراسات، يعني اليوم هيدا منه وباء مثل الكورونا رح ينتشر بالسرعه، يعني منه شخص بيفوت على الاوضه بيطلع 50 واحد عاملين الفيروس. نعم. هون اكثر بده يكون في كونتاكت قريب، يعني بده يكون في تعاطي قريب تيصير في تناقل للإفرازات، يعني عن طريق شخص عم يحكي بالوجه مع شخص تاني. هلأ المهم نحن ناخد حذرنا، ما نعمل حالة رعب، بس ما يعني ما نتعاطى مع الحيوانات، خاصة هلأ بهالفترة اللي ممكن تكون حاملة حتى لو ميتة يعني بارتيكول من هذا الفيروس بجسمها. نعم. بلبنان بعد ما عنا حالات، بس أنه الوقاية خير من علاج، أهم شيء نضل يعني منتبهين. نعم. منتبهين هالأمور. إذا الشخص عمل حرارة، هلا ما بدنا ننسى انه ممكن يعمل كورونا، ممكن يعمل جريب، ممكن يعمل اي سبب ثاني، يعني مشكله. نعم. حراره، يعني بدنا نركز على جدريه القرود هلا. نعم. وان شاء الله يعني بما انه منا بتنتقل بسرعه قصوى، ان شاء الله بتم حصر للحالات وبتنتهي بمطرح ما هي مبلشه. نعم. بس سؤال سريع واخير، هو اقل شده برايك من الجدره العاديه ولا رح يكون اكثر اقسى؟ ما بنعرف، بس اجمالا لا ممكن يكون اقسى، يعني مجرد انه يعني هي اصلا الجدره العاديه عند الاولاد عاده بتقطع بشكل سهل اكثر، عند الاشخاص الاكبر بالعمر بتعمل عوارض اكثر وبتعمل اذى اكثر، بيعملوا حراره اكثر، بصير في اصابات بالدماغ اكثر، حتى الحراره والطفره بتبقى اقوى بكثير. نعم. هذا الشيء شفناه كمان مع كورونا، انه عند الاولاد كانت الحالات اخف شده. نعم. هلا هون كمان بترجع، يعني اليوم اذا حدا عامل الجدره من قبل او اخذ الطعم، يعني نوعا ما عنده حصانه، مش 100% بس عنده حصانه انه يقدر يتصدى لهالفيروس ويعمل حاله اخف. نعم. الاخصائي في امراض المناعه دكتور معين جمال، انا بشكرك لتوضيح هذه النقاط بخصوص هذا الفيروس الجديد اللي ان شاء الله ما يوصل على لبنان، ما نقصه لبنان ابدا او خصوصا بعد اللي صار بكورونا وازمتنا الاقتصاديه، هي وباء بحد ذاتها. انا بشكرك. فاصل اعلاني مشاهدينا، نعود بعده الى زميله سمر ابو خليل والحدث.